هذا النعيم يشرب خرفان ورخال، يقول الرجال يضحك يسامن 1050 ريال طبعا للراس الواحد كمجموعه للمعلوميه. الله يبارك لهم. هذولي ما شاء الله النعيمي خروفين واربع رخال، يقول الرجال يضحي يسامن 980 الله يزود لك يبارك لك. ما شاء الله تبارك الله. النعيمي ما شاء الله خرفان الضحايا يسامن 1650 1650 الله يبارك له ويزود له. ما شاء الله تبارك الله. رخال ما شاء الله النعيمي يقول الرجال يضحي يسامن 1000 ريال، الله يبارك له ويزود له ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله خرفان يسامن 1400 كلهن يضحين الله يبارك له ويزود له. ما شاء الله تبارك الله. هذا النعيم ما شاء الله كلهن خرفان يسامن 1000، يعني يا رعينا الضحايا مالك بحجه، الاسعار كلها موجوده، وما يعني الواحد اللي ما يستطيع يستطيع الحين يضحي. الله يوفقكم ويجزاكم خير على تربيتكم وتعبكم وجيبه الاسعار الطيبه، يعني لا 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 العادي والشخص اللي من يعني عنده دراهم كلهم يضحون ان شاء الله. الله يبارك لكم. ما شاء الله يسامن 780 الله يزود له ويبارك له. ما شاء الله تبارك الله. خرفان ست رخال النعيمي الله يبارك له ان شاء الله يسامن 1160 ريال كل اللي يضحون الله يزود له ويبارك له. ما شاء الله تبارك الله كله خرفان يسامن على 1600 ريال الله يبارك له ويزود له. ما شاء الله تبارك الله. جميع الاغنام توفر حقيقه في مدينه النعام في بريده يوم الخميس. الجلاب يتعبون يجون من مناطق بعيده كله تلبيه حاجه السوق، حاجه الحقيقه المستهلك. اسعارهم جيده للي يبي رخيص موجود واللي يبي غالي موجود حسب امكانياتك، صحيح ولا لا؟ الله يوفقهم ويبارك لهم ويرزقهم بحلالهم. ما شاء الله يسامن 960 كلهن بخال، يقول الرجال يضحي الله يبارك له. يسامن على 1180 كلها خرفان تضحي الله يزود له ويبارك له. الحريات ذولي ما شاء الله تبارك الله. هذا الجذعات ما شاء الله كلها رخال يسامن 1280 النعيمي يضحي الله يبارك له ويزود له. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم ويستر عليهم. رخلي ما شاء الله والباقي خرفان الحري يسامن على 600 ريال. الرجال يقول ما يضحن الله يزود له ويبارك له. هذا النعيمي يسامن 1100 ريال بين خروفين والباقي رخال كلهن يضحن الله يبارك له ويزود له ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا النعيمي برضه يسامن 1360 الحين كم غطينا تغطيه وكل الاسعار تناسب جميع المجتمع، لا احد يقول ان غنم غاليه. عندك تبي ب 1200 موجود وب 1100 موجود وب 1003 وب 1004 وب 1005 وب 1006 وب 1007 وب 1008 وب 2000 حسب امكانياتك اشتر وكلها تضحي وكلها لحم وكلها نعمه. الله يوفقكم جزاكم خير، بيض الله وجيهكم على تعبكم. ما شاء الله هذا النعيمي ما شاء الله النعيمي الضحايا ان شاء الله يسامن 1450. وش الاجذاعات كلها اجذاعات ها؟ الله يبارك لك يرزق يزود لك ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. النعيمي ما شاء الله خرفان ورخال يسامن 950 يقول الرجال ما يضحن الله يبارك لهم ويزود لهم. الله اليوم الخميس يعتبر من الايام الكبيره في مدينه العام جلب الغنام، اليوم هو الخميس والسبت الله يبارك لهم. الخرفان كلها نعيم الضحي يسامن 1370 ريال 70 ريال الله يبارك لكم ويزود لكم. ما شاء الله تبارك الله الله يوفقهم. ما شاء الله هذا رخله ما شاء الله وخروف حري وخروف نعيمي يسامن جميع 1600 واللي يفردون كم؟ واللي يفردون النعيمي هذا خروف الحارب 1700 الله يبارك له ويزوده. النعيمي ثلاث سنوات واحد جذعي يسامن كم عمرك؟ 1170 1170 والنجدي؟ 1350 خرفان بين الرخلين 1350 يسامن النجدي 1350 كلنا يضحي كلنا يضحي خاضي الله يبارك لك. ما شاء الله تبارك الله. الله هذا واحد حري واثنين نعيمي يسامن 1550 و50 ورخلة سام 1200 كلنا يضحي الله يبارك له ويزود له. ما شاء الله الله يوفقهم يستاهلون الشباب. نعيمي كلنا سنوات يسامن على 1300 يضحي الله يبارك له ويزود 170 ريال لا ما شاء الله للنعيمي ذولي اعمار محدود يمكن من هالثلاث شهور جاي تقريبا خرفان ورخال ولا يضحي يسامن 770 ريال الله يبارك له ويزود له ان شاء الله. النعيم ان شاء الله يسامن 1360 كله خرفان اخوي كله خرفان تضحي الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله يستر عليهم ان شاء الله. هذا النعيم ما شاء الله حيل يسامن 660 الله يبارك له ويزود له. سام
سليمات 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 يقول رجال سليمات يسامن 660 الحيل النعيمي الله يوفقه ويرزقه. هذول يسامن 1200 ارخاض يضحن يقول الرجال النعيمي الله يوفقه ويرزقه ما شاء الله تبارك الله النعيم ما شاء الله خرفان يضحن يسامن 1380 الله يبارك له ويزود له ما شاء الله تبارك. هذول خرفان ما شاء الله النجدي يسامن 950 يقول الرجال ما يضحن الله يبارك له ويزود له ما شاء الله تبارك الله. ايوه ما شاء الله خرفان والخالص من 1250 يضحن الله يبارك له ما شاء الله تبارك ما شاء الله كله نعيمي ما شاء الله الضحي الله يبارك لهم ما شاء الله سامن 1600 ريال الله يوفقهم. سوق الغنم اليوم اللي هو حراج الكبير في مدينه النعام اللي هو الخميس تقينا حق بالرجل اللي دائم يبدعنا القيمه عن سوق الحلال. ابو محمد بالنسبه عطنا مرئياتك للسوق بالضحيه اكثر الناس يشتكون يقول لك اسعار غاليه وما غاليه عطنا مرئياتك غاليه الطيب ايه اللي موقف ايه غالي ايه الوسط ماخذ حقه والطيب ماخذ حقه والجون ماخذ حقه ايه كل شرب له مقص نعم. اما تبي تاخذ طيب سعر الوسط لا الطيب ماخذ حقه فوق المعدل نعم 2005 2007 2200 2003 نعم الحين في 2007 درجات درجات لكن في موجود ب 1200 و 1003 و 1400 1200 و 1170 و 2000 و 1005 موجود كل شيء موجود نعم ابدا صدق عاد ابو محمد الان بعض الاغنام تشوفها ب 700 800 ريال بعض الهرافي واكب من الهرافي انه ارخص من الدجاج نعم. احنا الدجاج ب 240 الف نعم ب 240 ريال امس انا ابيعها ب 680 680 اول ابيعها ب 1050 ب 1100 اي نعم في فرق ولا لا؟ والله يعني الناس فايتتهم يعني الدجاج انت 10 ايام تخسر 240 شهر خسر حوالي كم 800 900 ريال اشري لي واحد ب 700 ريال يكفي شهر والله ارخص وازين لحم وسبد وكل شيء فيه صدق انه ضايعت على الناس اي والله ضايعت على الناس يعني فرصه ذهبيه الان بعد غلاء الدجاج انه الغنم نعتبره الهرافي وما الهرافي والتيوس وما التيوس ارخص من الدجاج ارخص بس الناس ما فكروا فيها رد عني انا الله يوفقك يا ابو محمد شكرا لك التقينا بسوق الغنم دائما نلتقي بناس مبدعين الحقيقه نفتخر فيهم ابو خالد كان سائق اول من سياره الفورد وش نوع السياره الفورد اللي معك؟ 62 كنت وش تكد عليها اول؟ تكد من بريد للرياض الحائل للمدينه ونحج حجيج كم تودون للرياض من اول؟ بعشرة ريال بعشرة؟ بالصندوق ولا بالغمارة؟ لا بالصندوق وقدام ب 30 ريال 30 ريال وحايل نفس الشيء نفس الشيء طيب كان طريق الرياض الى بريده رملي ولا صحراء صحراء من شقرة هنا صحراء صحراء من شقرة من شقرة هنا صحراء اي ومن نكر الرياض لا زفير زفير ما شاء الله كنت تواجهون مشاكل بالطريق يعني تعطيل بنشر احيانا كفر يضرب كفر احيانا نقعد يوم احيانا وانت ساعد اخويا كيف ترقعون الكفر من اول؟ يا ما ماكينه يسمونها رقعه ايه ومن ولع بالشخاط ومن تقل ويلحم رصدك مصاريف الركاب كانت عليكم كلهم وشربهم والله حسب الوقت بس ايه كان وقت يمدينا هم ينزلون ما ورطنا فيهم لازم نأمنهم كم تقعدوا من يوم من بريده للرياض؟ ما نقعد يوم واحد بس يوم واحد الفجر تصلون بالليل ان شاء الله الله يوفقك ابو خالد يطول بعمرك يجزاك عنا خير الحريات ما شاء الله كل اللي يضحي يسامن 1600 ريال الله يبارك له العدد 25 يسامن 1670 يسامن 1670 كله خرفان يضحن العدد 25 قلنا يسامن 1670 الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله تبارك الله الله يوفقهم ما شاء الله ضحايا يسامن 1780 الله يبارك لك ويزود لك ما شاء الله تبارك الله نعيمي كذا خرفان يسامن 1780 1780 ما شاء الله تبارك الله كم عددين قلنا؟ 24 العدد 24 كذا خرفان الضحي ما شاء الله 1780 القيمة للي هي الراس الواحد للمجموعة الله يبارك لك 1670 العدد 23 كله جذعان كله جذعان الله الله كله خرفان ضحي الله الله 1670 ريال 70 ريال
ما شاء الله تبارك الله. عندنا لبس سيارة ذولي 2120 نجدي والنعيمي. لا النعيمي بس. النعيمي. ولا يفرقون الكبار الاثنين ذولي على 2320. 2320 اللي هم يفردون اثنين. هذا ولا. اثنين ولا جميع ب 2120. وعشرين. والنجدي. والنجدي ما أدري عن رأيي. سير معك النجدي يبا. مبيوع. الله يبارك له يرزقه. عدد 27 خرفان خرفان صافية خرفان صافية الضحي ثامن على 1270 1270 الله يبارك لهم ويزودهم ما شاء الله تبارك الله. خرفان هذه بيع ب 1970 ما شاء الله تبارك الله. خرفان وضحن بيع ب 1970 الله يبارك للمشتري والبايع ان شاء الله. 1860